مجموعة فاجنر، النسخة الروسية من بلاك ووتر. تعد مجموعة فاغنر أشهر شركة أمنية روسية، وتماثل شركة بلاك ووتر الأمريكية. يعمل تحت إمرتها مئات المرتزقة الروس، وتتولى تقارير صحفية تنفيذ ما يوصف بالعمليات القذرة في مناطق النزاع المختلفة. نشأت هذه الميليشيات خلال السنوات الأخيرة، وبدأت نشاطها في أوكرانيا، ثم برزت بشكل أكبر في سوريا، وخطفت الأضواء أكثر بعد مقتل عدد خلال غارة أمريكية في سوريا مطلع فيفري 2018. لا تتوفر الكثير من المعطيات حول ظروف نشأة مجموعة فاغنر، وذكرت وكالة رويترز عن صحيفة فونتانكاو التي أجرت عدة تحقيقات عن هذه المنظمة أن تأسيسها يعود إلى خريف 2015، أي الفترة التي شنت فيها روسيا غارات دعما للسلطات السورية. بيد أن صحيفة لوس أنجلوس تايمز ذكرت أن تأسيس المجموعة كان سنة 2014 على يد العميد السابق في الجيش الروسي ديمتري أوتكين، الذي يخضع لعقوبات أمريكية على خلفية دوره في الأزمة الأوكرانية، حيث قاتل في شرق أوكرانيا إلى جانب المتمردين الانفصاليين. ومثلما حارب أوتكين، فإن العديد من مقاتلي فاغنر حاربوا أولا في شرق أوكرانيا، حيث تقود الميليشيات المدعومة من روسيا حركة انفصالية ضد القوات الأوكرانية منذ سنة 2014. ونظرا لأن الشركات العسكرية الخاصة غير قانونية في روسيا، فإن الشركة مسجلة في الأرجنتين بحسب صحيفة لوس أنجلوس، ولكن أغلب نشاطها الذي تكشف حتى الآن على الأقل تركز في أوكرانيا وسوريا وحاليا في ليبيا. ونقلت وكالة رويترز عن صحيفة ار كي بي الروسية تأكيدها أن عدد مقاتلي فاغنر تغير بحسب الظروف والفترات، هبوطا من 2500 مقاتل في أوج المعارك إلى نحو 1000 في المعدل قبل تقليص أعدادهم صيف 2016. وقالت صحيفة لوس أنجلوس إن معظم المحللين العسكريين يقدرون أن هناك 2000 مرتزقة في سوريا يعملون لصالح فاغنر. ومع أنه ليس لمجموعة فاغنر أي وجود قانوني في سوريا التي تعد الشركات الأمنية الخاصة محظورة فيها، فقد تمت الإشارة مرارا لوجود عناصر هذه المجموعة فيها. وأورد موقع فونتانكا أنه حتى صيف 2016 كان معسكر تدريب فاغنر يقع في مولكينو قرب كرازنودار جنوب روسيا، في الموقع ذاته حيث تتمركز كتيبة للقوات الخاصة والاستخبارات العسكرية الروسية. وحضر ديمتري أوتكين الضابط السابق في القوات الخاصة ومن مؤسسي فاغنر احتفالا في الكريمليل في 9 من ديسمبر 2016 لتكريم أبطال روس في سوريا، وظهر عبر التلفزيون والتقطت له صور إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ورغم أن السلطات الروسية ظلت تتكتم عن وجود صلات لها بالمجموعة وتنفي أي علاقات معها، فإن المؤشرات تتضافر على وجود علاقة بين الطرفين، إذ تشير مصادر إعلامية إلى أن الجيش الروسي ينسق مع هذه القوات التي يتم نقلها عبر طائرات عسكرية تابعة له وتحصل على امتيازات الجيش ذاتها. وتعتبر صحيفة بلومبرج الأمريكية أن المجموعة تمثل جزءا أساسيا من استراتيجية روسيا الأوسع المتمثلة بالحرب الهجينة، فهي مزيج من العدوان الحركي والإعلامي لتعزيز المصالح الروسية عبر نشر مقاتلين يرتدون أزياء غير الزي الرسمي للجيش الروسي، كما حدث في شبه جزيرة القرم في 2014. وتنسب بلومبرج إلى إيفلين فاركاس النائبة السابقة لمساعد وزير الدفاع الروسي قولها إن أي مرتزق روسي سواء كان في أوكرانيا أو في روسيا فإنه يعمل لحساب الحكومة الروسية. وبالإضافة إلى الأدوار التقليدية لهذه الميليشيات، فقد سلطت وسائل إعلام متعددة الضوء على دور جديد تقوم به هذه القوات في سوريا يتعلق بحماية المنشآت النفطية، وذكرت أسبوعية سوفريشينكو سيكريتنو بمعنى سري جدا أن مهمة عناصر فاغنر تغيرت وباتت تتمثل في حراسة المنشآت النفطية. وهو دور تقوم به أيضا شركة إفروبوليس الروسية، التي ترجع مصادر إعلامية أن ملكيتها تعود لفيغيني بريغوجين، رجل أعمال من سان بطرسبورغ المقرب من الكرملين، ويعد أبرز الأسماء الواردة في لائحة الاتهام الأمريكية، كما أنه بحسب وسائل إعلام روسية يتولى تمويل مجموعة فاغنر.
وتتحدث وسائل إعلام أمريكية أن الرجل قاد في 2016 مجموعة ركزت عملها على تعزيز حملة ترامب وتحقير منافسيه ومن بينهم الديمقراطية هيلاري كلينتون، وتناوب مئات الأشخاص على العمل في هذه المجموعة بميزانية تقدر بملايين الدولارات. وأطلق على بريغوجين اسم طباخ بوتين لأنه يدير شركة كونكورد التي كانت تنظم حفلات الاستقبال بالكريملين، وهي خاضعة لعقوبات أمريكية منذ ديسمبر 2016. وأصبح هذا الرجل بفعل نفوذه لدى الكريملين من أصحاب المليارات، وباتت شركاته تحصد كل عقود وزارة الدفاع في قطاعات التغذية والخدمات. ومع شن روسيا حربها على أوكرانيا ومن ثم على سوريا، تحول إلى متعهد عسكري. وتقول وكالة الصحافة الفرنسية إن وسائل إعلام روسية تربط بين بريغوجين ومجموعة فاغنر للمرتزقة، لكنه ينفي تماما أي صلة له بها. وتعرضت هذه الميليشيات لضربة كبيرة في 7 من فبراير 2018 حين شنت القوات الأمريكية غارات مكثفة على ريتلين، قيل أولا إنه من القوات الموالية للنظام السوري في محافظة دير الزور السورية، قبل أن يتبين لاحقا أن العشرات من المرتزقة الروس العاملون ضمن مجموعة فاغنر قتلوا في هذه العملية. ونشرت وكالة رويترز عن 3 مصادر مطلعة قولها إن نحو 300 شخص يعملون لصالح شركة عسكرية روسية خاصة مرتبطة بالكريملين قتلوا أو أصيبوا في سوريا خلال هذه المعركة. وأوضح مسؤولون أمريكيون وزملاء للمقاتلين الذين شاركوا في المعركة أن قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة هاجمت قوات متحالفة مع الرئيس السوري بشار الأسد، وجاءت الغارات الأمريكية بعد أن هاجمت قوة متحالفة مع الأسد في التاريخ المذكور مقاتلين من قوات سوريا الديمقراطية التي تساندها قوات خاصة أمريكية قرب دير الزور. وأوردت وكالة رويترز اعتمادا على مصادرها المطلعة أن المصابين الذين جرى إجلاؤهم من سوريا في الأيام القليلة الماضية نقلوا إلى 4 مستشفيات عسكرية روسية. وقال رئيس الفرع المحلي لمنظمة كوساك شبه العسكرية ييفغيني شابايف لوكالة رويترز إنه زار معارف له أصيبوا بسوريا في المستشفى المركزي التابع لوزارة الدفاع في خيمكي على مشارف موسكو أول أمس الأربعاء. وأضاف أن المصابين أبلغوه أن وحدتي المتعاقدين الروسي المشاركتين في المعركة قرب دير الزور تتألفان من 550 رجلا، وقال له المصابون إن نحو 200 من هذا العدد لم يقتلوا أو يصابوا. ونقل شابايف عن مصابين زارهم في المستشفى قولهم: بدأت القاذفات بالهجوم، ثم استخدمت طائرات الأباتشي وهي طائرات هجومية أمريكية الصنع.